الفاصل هنعمل بيه ايه يا فندم؟ ده هعمل بيه كحول جل. كحول جل. هجيب لتر ميه وفي ماده اسمها كاربابول. ده غير الكربونات. لا لا الكربونات دي حاجه ثانيه. او صوديوم بايكربونات. لا دي ماده لما تحط في الميه بتبدا ازاي تحولها لجل. اسمها ايه تاني؟ كاربابول. دي بتجيب منين بقى الكربابول؟ في عند اي حد بتاع كيميكالز وفي كل المحلات الموجوده في شارع الجيش وفي العتبه كل الكيميكالز موجوده هناك. اي كيميكالز محلات عادي كامل يعني. محلات ده شارع كامل كله بتاع اي ماده كيميائيه. ماشي نعمل ايه يا فندم؟ هاخد معلقتين تقريبا 10 جرام معلقتين من الكربابول. هبدا اضيف بالتدريج. في قد ايه ميه؟ لتر ميه. لتر ميه. وهبدا اقلب بالتدريج. هقعد اقلب عشان اقلب وبعدين ارجع عكسي شويه وارجع عكسي وبعدين ابدا تاني. ده بيدوب صعب برضه. مش هيدوب دلوقتي. خد له شويه بس حوالي شويه وقت بس احنا ان شاء الله هنخليه يدوب بسرعه. هبدا وابدا انزل تاني. هبدا كده انزل كام معلقه؟ دي المعلقه الاولى. وهبدا احط المعلقه مين؟ التانية. المعلقه الثانيه. احنا بنتكلم حضرتك طبعا عميد كليه الزراعه فاكيد الحاجات دي أنا كلها انا والله الحاجات دي عشان للامانه بقى اتفضل. اول ما بدا يحصل الموضوع ده خدت تكليف رسمي من معالي الاستاذ دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعه رئيس جامعه القاهره. طب لازم جامعه القاهره تبدا ده دور الجامعه الرئيس لخدمه المجتمع بقى. لازم تبدا نوعي ونبدا نصنع الحاجات دي مسؤوليه مجتمعيه. ده شيء اساسي. فانا بشكره فمن ساعتها ابتديتوا شغله وكل حاجه. دكتور خشت ربنا يحفظه لان هو وجهنا من البدايه. فبدات بقى في تجارب وحاجات علشان نوصل لبدائل في ظل طبعا الازمه اللي احنا موجودين فيها. وانا هضيف حاجه بحكم ان انا بقى كيمياء حيوي. شيء مهم جدا طالما بتكلم على التعقيم. اتفضل. سبحان الله بقى فيروس كورونا ده بيقعد في الحال يعني العلماء اختلفوا ما بين 3 ل 4 ايام. غرغره بميه دافيه وملح يموت الميكروب. وبيقولوا استنشاق كمان. ميه وملح دافيه وملح طعام. غرغره 3 مرات في اليوم. شكرا. حطيت الكربابول وهبدا بقى خلاص في ماده ثانيه اسمها تراي ايثانول امين. تراي ايثانول امين هاخد 10 سنتيمتر مكعب يعني كانها معلقه برضو. كانها معلقه تراي ايثانول امين. يبقى اول ماده كربابول وتاني ماده مين؟ تراي ايثانول امين. خلي بالكم هسالكم. طب ما تعملوا لنا الكلام ده ونلاقيه في منافس كليه الزراعه. عندنا يا فندم في منافس كليه الزراعه. والله طيب كويس. بس نخدم المجتمع الداخلي. شوف حضرتك ايه اللي حصل دلوقتي. بس انا عشان الداخلي اللي هو طلبه الجامعه يعني. لا احنا عايزينها لينا كمان. حاضر ان شاء الله. المصريين كلهم. بس الدكتور خشت بقى بعد. ايوه هو خشت. أيوة هو يؤمر يعني بس والله. لا هي صعب. احنا لا لاقيين الكلور ولا لاقيين المطهرات. هو يوجهنا. لا منافس الزراعه يعني دايما كنتوا بتجيبوا لنا منتجات والالبان. بص يا فندم ده تقل. بص يا فندم هو بس عشان انا ايه بسرعه في حتت لونها ابيض. طبعا. لو سبتها تبقى شفاف انما بص كده عليك اهو. ده كده احنا بقى على مهلنا في البيت بقى ندوب بالراحه واحده. لو انا سبته كده انت اولا الجيل ده انا بستخدمه ليه؟ عشان اقلل من استخدامي من الكحول. بس هو زي الهاند جل الهاند سانيتايزر اللي بيتباع في هو ده فازم. هو ده الهاند سانيتايزر. اوكي هو ده. وبالتالي هو على فكره هيطهر. انا ده الهدف عشان ما استخدمش كحول كتير. ده بيبقى كام في المية كحول تركيز يا فندم؟ شوف يا فندم الكحول علميا من 62% ل 70% يقتل الميكروبات سواء البكتيريا اي نوع بكتيريا او اي نوع فيروس. فانا الكحول اهو الخام اللي احنا استخدمناه ده كحول خام هشتريه برضو من شارع الجيش بيبقى 95% تركيزه 95 ما حطيتش عليه ميه. ليه؟ لان ده عليه ميه الجيل. هاخد بقى الجيل ده واحطه فين؟ على كحول كده وقلب. هياخد وقلب لغايه ما اوصل لمين؟ للزوجه اللي انا عايزها. يبقى كحول جل. يبقى هرجع تاني ده انا كونته ازاي؟ كربابول. كربابول معلقتين على لتر ميه و10 سنتيمتر مكعب او معلقه كبيره من مين؟ تراي ايثانول امين. اداني الجل. هاخد الجل احط على الكحول يبقى كحول جل. تراي ايثانول امين على الكحول. عايز انا بقى اعمل حاجه وزي الاف دي اي بقى اللي هي جايه على مستوى العالم
كان انا حطيت الجل، هحط الجل وخلاص هبقى كل جل. احط حاجتين تانيين لو انا عايز بقى اعمل زي منظمه ال منظمه الغذاء، الغذاء والدواء الامريكيه على مستوى العالم. بعد ما حطيت ده احط عليه شويه جليسرين عشان قد ايه بقى جليسرين؟ تبقى طريه 2 سم جلد، شويه يعني معلقه صغيره جليسرين. عارف ده كان سؤالي، يقول لك ايه طب في حاجه بقى تدي ريحه حلوه، حاجه ممكن احط برضو يعني ممكن احط اي وايت ورد بقى، اي ريحه حضرتك عايز تحطيها ما فيش مشكله. بس يفضل لا، لان انا ما اضمنش الاسانس ده بيبيع ولا اصلا. الافضل الجليسرين حاجه برضو عشان الجليسرين يعني. ما تاثرش على جلدك. واحط بقى جلد. حاجه ثانيه انا اول مره اقولها. ايه يا دكتور؟ تخلي بقى الافشنسي عاليه جدا. ميه اكسجين نص معلقه ميه اكسجين، ده الاف دي اي بقى الامريكيه اللي قالت كده. خلاص كده شكرا، ده في كل حاجه خلاص. طيب.